اولا بالنسبه للذكرى 24 اللي تولي جلاله الملك محمد السادس على مسألة المسلمين على الملك ديال المغرب. الان بالنسبه للخطاب اللي كان اللي هو تيدار خطاب دائما في مناسبات عيد العرش، طرق مثلا المسائل الاقتصاديه ديال البلاد والتقدم الاقتصادي اللي هي طلعت كبيره، واللي المغرب في حال اللي وصل لواحد اللي تعرف على مستوى العالمي، وتكلم على المنجزات ديال الشباب المغربي اي كالمنتخب الوطني الى اخره، وتطرق العلاقه المغربيه الجزائريه اللي هي تقريبا اللي تتكلم تقول بانه احنا لا ما عندناش مشكل بين الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري ولا القياده الجزائريه، ونتمنوا ان شاء الله ترجع للوضع الاحسن اللي غيستافد منه الشعب المغربي ويستافد منه الجميع. شكرا. شعارنا الله الوطن الملك. خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب من طنجه حتى الكويره، راكم انتم هنا وهنا، والحمد لله اليوم حضرنا الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو بانه تلج القلوب ديالنا وعطانا النهج باش نبداو عاوتاني بصفحه جديده ونتمو غاديين الحمد لله. حتى الناس ديال الجزائر الشعب اللي هو خاوه قال لهم راه الحدود فتحوها كلكم، ها انتم مرحبا بكم، وشوفوا السياره اللي صايبنا اول سياره في العالم تيشوفها سيدنا وتيشوفوها المغاربه وتيشوفوها العالم كامل، وشوفوا الناس اللي غاديين به، وشوفوا التطورات ديال هكا، وشوفوا القنصلات اللي تحلوا، وشوفوا شحال من دوله اللي اعترفت بالصحراء. الحمد لله احنا وراء امير المؤمنين وراء سيدنا، والله ينصرك وحنا ديما معاك ديما بجنبك حتى نموتوا، والشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. خطاب سيدنا زين حتى والله الا زين، وذكر شرع الجزائر وذكر الصحراء، والله الا خطابه زين زين معدل زاد، والله الا معدل وزين زين حتى 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 حق بعد، والله الا خطابه زين تبارك الله خطابه زين. الله ينصره والله ينصره، الله يشافيه، الله ينصره الله يشافيه، الله يطول عمره، الله يعمل مولانا عاونه، الله يعاونه على شعبه، الله يعاونه على عديانه، الله يعاونه، الله يعمل مولانا يعاونه. وخطب الجزائر، الجزائر داينين وخطب معاهم زعما هدر معاهم قال لهم الله يهديكم والله وعلى الحدود، والله الا زين حتى، والله الا زين زين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.